السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتي الكرام، معكم أخوكم عماد. اليوم سوف أشرح لكم أفضل موقع لاختصار الروابط والربح من الإنترنت. إذا أخي المشاهد، استمع إلى الفيديو كامل وإن شاء الله سوف تستفيد من هذا الموقع. طبعا الموقع مضمون 100%، كذلك هو من أفضل المواقع، بل أفضل موقع يعني من حيث الأسعار بالنسبة للعرب. إذا كل ما علينا هو الدخول إلى متصفح خاص بالهاتف أو جوجل كروم وندخل هذا الموقع. طبعا رابط الموقع سوف أضعه في الوصف وفي أول تعليق. هذا هو الرابط cat-wine.com cat-wine.com، وليس cat-wine.com إنما cat-wine.com. عليك بالتركيز أخي قليلا. إذا كما شاهدت الآن ذهبنا إلى الموقع، ننتظر قليلا. كما تشاهد أخي الكريم، ظهرت لنا صفحة الموقع، هذه هي الصفحة الخاصة بالموقع. كما تشاهد هنا الموقع هذا مميز جدا، والصفحة سهلة الاستخدام وبسيطة. إذا كيف نبدأ؟ هناك 3 خطوات لنبدأ. أولا ننشئ حساب، ومن ثم نختصر الروابط، وثالثا نبدأ الربح من الإنترنت. إذا نبدأ بالتسجيل في الموقع، نختار هنا في القائمة هذه العلوية. الآن نختار إنشاء حساب. إنشاء حساب، اضغط على إنشاء حساب جديد. الآن ستظهر لنا هذه القائمة. مكان أول مستطيل نكتب اسم المستخدم. اسم المستخدم يعني يتكون من اسمك بالإضافة إلى أي حرف أو أي رقم، مثلا عماد. سوف أستخدم عماد اتش دي ولا اتش الله سوف أستخدم عماد اتش جي 1. وفي مكان بريد إلكتروني ندخل الإيميل الخاص بنا. طبعا أنا سوف أدخل إيميل تجربة. طبعا هذا ليس حسابي الأصلي، هذا فقط يعني لكي أريكم كيف نسجل الدخول، ومن ثم سوف أشرح لكم في موقعي أو في حسابي الأصلي. هنا هذا أدخل إيميلي. طبعا إيميل ليس وهمي، لازم أن يكون الإيميل حقيقي. عماد مثلا، أنا سوف أدخل إيميل خاص بي هنا. وهنا نكتب كلمة السر، طبعا علينا أن نحفظها، لا ننسى كلمة السر. كلمة السر لازم أن تكون أكثر من 8 أرقام أو حروف. وهنا نعيد كلمة المرور أو كلمة السر، أعد كتابتها. كما تشاهدون الآن كل ما علينا أن نضغط على هذا المربع. أنا لست برنامج روبوت للتأكد. كما تشاهدون ستظهر لنا هذه كما تشاهد ظهرت لنا هذه اللائحة. نختار يعني المربعات التي فيها واجهة متجر، مثلا هذا متجر يعني أو بقالة أو ما إلى ذلك، ونعمل تحقق في هذا المستطيل الأزرق. الآن كل ما علينا هو أن نضغط على موافقة، أو هذا المستطيل الأزرق موافق، نضغط عليه، ننتظر قليلا. كما تشاهدون لقد تم إنشاء حسابك يعني بنجاح. الآن نقوم بالدخول إلى حسابنا. ندخل الإيميل أو الاسم المستخدم الذي أدخلنا في إنشاء الحساب. مثلا أنا هذا هو اسم المستخدم الخاص بي، وهنا كتبت الباسورد أو الرقم السري. الآن سجلت الدخول. كما تشاهدون هذه هي الصفحة الرئيسية أو الواجهة بعد الدخول إلى الحساب الخاص بي وما تسمى بلوحة التحكم. إذا هنا هذه المستطيل نستطيع إدخال هنا رابط المواقع ونقوم باختصارها. مثلا هنا سوف أقوم ب
بإدخال أي رابط. مثلا قمت بنسخه سابقا، مثلا سوف أستخدم هذا الرابط مثلا كما تشاهد عزيزي. الآن أقوم بضغط على هذا المستطيل الأزرق، اختصار أو اختصر، ننتظر قليلا. اعذروني، النت عندي بطيء شيئا ما. يعني كما تشاهدون الآن ظهر لنا الموقع بعد الاختصار. الآن كل ما علينا أن نضغط على هذه نسخ. الآن تم النسخ. بعد أن يتم النسخ أذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى قناتي على التليجرام أو قناة اليوتيوب، وأقوم بنشر الرابط هذا الخاص بي. مثلا إذا كان لدي رابط تحميل برنامج أندرويد، أو يعني أنا قمت بشرح موقع أو أي أو ما إلى ذلك، أقوم باختصاره إلى هذا الرابط ومن ثم أربح عن طريقة. يعني الآن أنزل قليلا كما تشاهدون. هذه هي أرباحي التي جنيتها تقريبا خلال هذا الأسبوع. طبعا لم أعمل يعني عمل، يعني لم أجد ونصف دولار، يعني 6.62 دولار، 60 سنت، أوكي، من خلال 1054 مشاهدة. كما تشاهدون فهذا الموقع يعني طبعا مميز جدا جدا. الموقع هذا يقدم لنا أسعار يعني مرتفعة جدا، كذلك يقدم لنا الحد الأدنى للسحب يعني ممتاز جدا، حيث أنك تستطيع أن تسحب دولار واحد إذا كان لديك حساب باي بال، أو كذلك تسحب عن طريق عدة طرق سوف أشرحها. طريقة إدخال معلومات السحب الخاصة بهذا الموقع، يعني كيف ندخل معلومات سحب الأموال، يعني كيف نسحب الأموال. نذهب إلى الإعدادات ومن ثم الملف الشخصي، ننتظر قليلا. هنا ستظهر لي هذه صفحة الملف الشخصي. أقوم بالنزول قليلا. كما تشاهدون هنا علينا أن نمل أن يعني نكمل هذه المستطيلات الفارغة. هنا نكتب الاسم الأول مثلا عادي يعني بالإنجليزي أو بالعربي، مثلا أنا سوف أكتب بالعربي عماد، وهنا الاسم الأخير أو ما يسمى باللقب، مثلا أي يعني اللقب هنا نكتب، وهنا سوف أكتب العنوان رقم واحد، يعني نكتب الشارع اللي المشهور، يعني الشارع مشهور جوار يعني بالقرب من منزلنا، وكذلك هذا عنوان آخر، يعني نكتب كذلك موقع قريب من منزلنا. هنا المدينة، مثلا نكتب المدينة التي نعيش فيها، مثلا المدينة طبعا اللي نسكن فيها، الحارة أو ما إلى ذلك. هنا الدولة نكتب، هنا المقصود بالدولة هي المدينة تقريبا، نكتب مثلا إذا كنا في السعودية على حسب المدينة التي تسكن فيها، الرياض أو الإسكندرية أو مكة أو صنعاء أو عدن وما إلى ذلك. إذا هنا في قائمة الزيب كود أو ما يسمى بالبريد، يعني بالرمز البريدي، هنا بعض الدول لديها رمز بريدي طبعا يتكون من 4 إلى 5 أرقام. ادخله هنا مثلا من 4 إلى 5 أرقام، ولكن بالنسبة لبعض الدول التي لا تملك الزيب كود أو ما يسمى بالرمز البريدي مثل اليمن، وممكن السودان أو سوريا، اليمن لا تملك مثلا هذا الزيب كود أو ما يسمى بالرمز البريدي، فعلينا أن نكتب 4 أصفار أو 5 أصفار، يعني نكتب 4 أصفار وفقط. هنا البلد، نختار الدولة التي نعيش فيها، مثلا ألبانيا، الجزائر، أندونيسيا، أرمينيا، أي بلد، كندا، السعودية، اليمن، السودان، الصومال، الجزائر، المغرب، أي دولة، أوكي، مثلا سوف أختار الجزائر. وهنا رقم التلفون، مثلا أي يعني رقم التلفون الخاص بك أو بوالدك أو أخوك وما إلى ذلك، يعني الذي تثق فيه. هنا طريقة السحب، وهذه التي يواجه فيها المشاكل، يعني الكثير من الناس يواجه في هذه مشاكل كبيرة. إذا هنا طريقة السحب، يوجد لدينا العديد من طرق السحب هنا، مثل الباي بال، نستطيع سحب 1 دولار
من البيبال وما فوق، يعني أقل السحب للبيبال هو $1، وهذا ما يتميز به هذا الموقع عن غيره المواقع. كذلك الفيزا نستطيع السحب $10، يعني أقل مبلغ ممكن نسحبه من الفيزا هو $10. الويسترن يونيون $50، الكوريمي لأهل اليمن $5، وسوف أشرح طبعا كل هذا، انتظروني قليلا. اسكيرل ممكن نسحب $7 عبر بنك سكيرل. الباير نسحب $3، يعني أقل ما يمكن أن نسحبه $3، يعني الحد الأدنى. هنا موني جرام $25 الحد الأدنى، إكسبرس موني $25 هي الحد الأدنى، ونتلر $5 الحد الأدنى. إذا قبل كل شيء، مثلا هنا سوف نضغط على هذه، أعذروني، هنا نضغط على هذا المستطيل ونختار طريقة الدفع التي نريدها، مثلا نريد عبر البايبال، عبر الفيزا، عبر اليوستر يونيون. إذا كان مثلا عبر البايبال، نذهب إلى هذه الخانة وندخل هنا الإيميل الخاص بنا، الإيميل الخاص بحسابنا على البايبال، أو كذلك الفيزا، أو بعض، أو اسكيرل، أو موقع اسكيرل. أوكي، أما إذا أردنا أن نسحب عن طريق مثلا ويسترين، كما تشاهدون هنا هي المعلومات، البايبال والفيزا والاسكريل ندخل، والبريفكت ماني ندخل الايميل الخاص بحساباتنا. بالنسبة للبيتكوين ندخل يعني محفظتنا. اما هنا بالنسبة للويب ماني ندخل البورس، يور بورس. اما بالنسبة لبنك باير ندخل الايميل او رقم الهاتف. أما بالنسبة للسحب عبر بنك ترانزفير أديد يور أكاونت، يعني ندخل اسم المالك واسم البنك واسم يعني المدينة والولاية والدولة، وكذلك ندخل رقم الحساب والسويفت والإي بي إيه إن وما إلى ذلك والعملة. أما بالنسبة لأهل اليمن طبعا، والسحب عبر الكوريمي، هذه مميزة جديدة في هذا الموقع. بالنسبة لأهل اليمن يعني للكوريمي، هنا علينا أن ندخل هنا في الحساب، أولا نقوم باختيار هنا الكوريمي، ومن ثم كما تشاهدون الكوريمي ننزل قليلا هنا حساب. لدينا 3 طرق للسحب عبر الكوريمي. الطريقة الأولى، إذا كان لدينا حساب في الكوريمي ماذا علينا أن ندخل؟ إذا كان لدينا حساب على الكوريمي، هنا ندخل رقم الحساب أو ما إلى ذلك، وكذلك ندخل هنا رقم الهاتف. أما إذا لم يكن لدينا حساب على الكوريمي، فندخل معلوماتنا الشخصية، مثلا هنا سوف أكتب اسمي، الاسم عماد صالح أحمد، ندخل الاسم الثلاثي أو الرباعي، وهنا ندخل رقم الهاتف، مثلا صفر رقم الهاتف، وهنا سوف ندخل يعني إذا أردنا أن ندخل هنا مكان السكن يعني يكون أفضل. طبعا إذا لم يكن، الطريقة الثالثة طبعا لازم أن يكون المعلومات صحيحة، وأن يكون لدينا بطاقة شخصية للسحب عبرها، يعني بطاقة شخصية أو جواز سفر لنسحب يعني عبر الكوريمي بواسطتها يعني، وتكون المعلومات مطابقة لهذا، يعني الاسم مطابق لما في جواز السفر أو لما في البطاقة الشخصية. أما بالنسبة للأشخاص الذين بالنسبة للقُصّر أو ما أو يعني الأشخاص اللي هم أقل من 18 سنة ولا يملكون بطاقة شخصية وما إلى ذلك، يمكنهم إدخال نفس هذه المعلومات، ولكن الخاصة بأخوانهم أو بأباهم أو بأي قريب يعني يوثقون فيه، يدخلون معلومات بطاقته الشخصية أو جواز السفر هنا، ويسحبون عن طريق بطاقته وما إلى ذلك. طبعا طريقة سهلة، ومن ثم نقوم بعمل موافق. طبعا أحبتي الكرام، الآن سوف أذهب إلى يعني أشرح لكم كيفية سحب الأموال من هذا الموقع. الآن كل ما علينا الذهاب إلى هذه الخانة السحب، أو بالإنجليزي سوف تشاهدونها withdraw. ننتظر قليلا. كما تشاهدون ظهرت لنا هذه القائمة أو هذه الصفحة وهي سحب الأموال. إذا ننزل قليلا.
كما تشاهدون هذه ثلاث مستطيلات، يعني المستطيل الأول وهو الأزرق وهذا الأحمر وهذا كذلك الأخضر. الأزرق الأول وهو يعني كم يوجد لدينا الآن رصيد دون ما تم سحبه. يعني الآن مثلا هنا في الخانة الخضراء مجموع السحوبات التي قمت بسحبها هذا الشهر مثلا، طبعا أنا عادة بدأت هذا الأسبوع في هذا الموقع، الموقع الصادق طبعا، وسوف أوثق لكم ذلك. هنا كما تشاهدون إذا أردت أن أسحب هذا المبلغ أضغط عليه مرة واحدة، ومن ثم سوف ينتقل المبلغ إلى هذه الخانة. هذه الخانة يتم فيها مراجعة حسابك، وخلال يوم يومين إلى ثلاثة، إلى طبعا في أقل من 5 أيام سيتم مراجعة حسابك. وهنا سينتقل حسابك هنا مباشرة حين يتم استكمال العملية وإرسال لك المال. إذا بعد أن تم إرسال لك المال ستوصل لك هنا يعني الحالة. كما تشاهدون هذه يعني وصلتني بالضبط هنا 5 دولار وين 7 سنت كما تشاهدون في يوم كذا كذا، وهو أمس وصلتني هذا المبلغ 5 دولار فاصل 7 سنت المبلغ الإجمالي، وطبعا سحبت عبر الكريمي. إذا هنا سوف أتوقف اليوم، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. لا تنسون الاشتراك أحبتي الكرام، وكذلك لا تنسون بأن رابط الموقع في وصف الفيديو وفي أول تعليق، وشكرا لكم.